قامت منصة تشاد أولا عبر مبادرة شباب جم لكارتشينا بعمليات ردم للشوارع الداخلية بحي رضينا بالدائرة الخامسة، وذلك بالتعاون مع مكتب الصليب الأحمر بالدائرة الخامسة. وقد أشرف على هذه العملية منسق منصة تشاد أولا محمد صالح موسى وعمدة بلدية الدائرة الخامسة صالح جوجة بجانب مندوب الحي وجمع غفير من شباب المنطقة، حيث جاءت هذه المبادرة بعد أن عانى سكان الحي من مشكلة السير في الطرقات والشوارع بسبب مياه أمطار هذا العام. منسق منصة تشاد أولا محمد صالح موسى تحدث عن الهدف من هذه المبادرة. شباب قوموا لك أرتينا خدمة الحصل قاعدين فوق أنا سيتاسيون أنا كيراش أنا كنيفو أنا أكسي للبوبيلاسيون اللي عندهم بكان ما قال لكم يمرقوا ده دون قلنا كان كده بوركوا با لانسي إن أكتيفيتي مثل ده ونادوا ناس الآخر أسوسيسيون الآخر وجينا أنا كنتي تقول نمرقوا شاك دي جور تراجور جور نمشي نخدموا في كارتي واي علي ما لانسي ميرا سينا في كارتي ريجينا وداكم بيخدور أنا ميرا أنا سنكم بيخدور أنا دركي جي كارتي بيخدور أنا جينا أنا سنكم مرة نسمع جين مجال جنرال أين ما نعرف كذا الأكتيفيتي ريشي لامبرير كودور ده أين لانسي فريج سوسيو قلنا نجي نخدموا في زون ده وعلم داكم تقول شو تقول جورناليست زيادة من 500 أو 600 جنرال مرقو ده جوكرا كده إن رشيد أنا أنا أكتيفيتي بوسيف لمرقان أنا نازباس. من جانبه عمدة بلدية الدائرة الخامسة صالح جوجة أعرب عن امتنانه بهذه المبادرة. نشكر للبلاتفورم تشاد دابور على رأس كوردناتير محمد صالح موسى كونسي، يعني نشكره كثير في توجيه هذا الشالة. بقول يعني ننوم بآفي يوم العلم جاي يسوق، يعني ده شيء مهم مرة واحد وده بالسائدة للدولة عامة وخاصة أن المريضة كمان استعادانا يعني مساعدة يعني ما نقدر نوصفه كيف ذاتها. بدوره مندوب الحي أبو بكر آدم قدم شكره للقائمين بهذه العملية خاصة الشباب. نشكر كثير شابنا كثير جدا مرقوا كثير بالقاسة سنك مرة نسمع كله موبيليزينا زا كله كمرقوا بكرتي ثلاثة ردينا أمريكية بسانفيل كله مرقوا شكرتم كثير بلاتفورم أنا تشاد دابور وأسوسياسيون أجينا أنا ردينا أمريكية بكل مرقوا قدموا شكرتم بأسم أنا شاب أنا سنك مرة نسمع بالقاسة بالشاب أنا ردينا. والجدير بالذكر أن هذه المبادرة ستتواصل حتى يتم تعديل وإصلاح الطرق بعدد من الأحياء بالعاصمة إن جميلة.